من صباح على حضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. المسؤولون في النادي الأهلي استقروا على إعلان الصفقات الجديدة اللي أبرمتها إدارة النادي خلال فترات الانتقالات الصيفية، وده كان بعد مباراته مع سيراميكا، وده كان في ختام الموسم الحالي للدوري المصري وبناء على قرار المسؤولين للنادي اللي اتفقوا على تأجيل أي كلام يخص فريق الكرة لحد ما تخلص مباريات الدوري العام. فريق نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا اختتموا تدريباتهم امبارح على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وده استعدادا لمواجهه ايسترن كامباني واللي هيلعبوها النهارده في الجوله الاخيره في مسابقه الدوري الممتاز. المدير الفني لنادي بيراميدز اعلن قائمه الفريق لمباراه الجونه واللي هتتلعب النهارده الساعه 9:30، وده على استاد الدفاع الجوي في اطار الجوله ال 34 والاخيره من بطوله الدوري. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإسكواش التصنيف الجديد للاعبات، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارة التصنيف الشهر الخامس على التوالي من بداية تقديمها للصدارة في شهر أبريل اللي فات. كما شهد التصنيف عودة نور الطيب لقائمة أفضل عشرة، وده بعد ما تقدمت 3 مراكز دفعة واحدة وبقت في المركز الثامن. تألق الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول استعداداً للمباراة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد واللي هتتلعب بكرة الساعة 9 بالليل، وده ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. وشارك صلاح في التدريبات وكان واضح جاهزية خاصة بعد غيابه عن التهديف في المباراة الأخيرة للفريق. خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لاستكمال باقي الفقرات مع زملائي في صباح الخير يا مصر. شكراً لك يا لبيب.